مرحبا. بلشوا المصريين بالاحتفال بعيد شم النسيم من أكثر من 5000 سنة، وصار بالعصر الحالي عيد شعبي بيحتفل فيه أهالي مصر، وأعياد الفراعنة كانت ترتبط بعلاقتها بالطبيعة. كرمال هيك بيحتفلوا المصريين بعيد فصل الربيع أو شم النسيم، ومعناته بستان الزرع عندما بتتفتح الورود وبتزهر الأشجار وبترجع الحياة بتنتعش بالطبيعة. وبحل عيد شم النسيم كل سنة يوم الاثنين بعد أحد الأعياد أو عيد الفصح المجيد. بالعودة لطقسنا، طقس ربيع متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة والرطوبة عادية، البحر خفيف حرارة 118 درجة. واليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 14، على المرتفعات 9، بالبقاع 5 والأرز درجتين. ومننتقل من بعدها إلى جولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، إذن أبي سمرة 22، ومننتقل من بعدها إلى الأشرفية 24، كانا 22، يحمر 18، كوكب 20، جديدة 19، وراس بعلبك 23. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 15 أدناها أقصاها 24، وبتنتقل درجات الحرارة من 25 بالنهار ل 16 بالليل. أما الأربعاء فمن 22 ل 13. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا بعمان 24 ودمشق 27، وننتقل من بعدها إلى الرباط 20 والجزائر 22، ومننهي مشوارنا بباريس 12. وهيدا كان كل شي. باي.